يعني الحب لوحده مش كفاية انك انت تبني على اساس علاقة. لا طبعا، ما هو انت هتحبه يعني. فاكر زمان لما كانوا بيقولوا الكلمة البايخة دي، ليه هتحبه بعبله؟ هو انت هتحبه بالحاجات الكويسة وبالحاجات اللي مش شبهك. هو مش لازم يبقى شبهك وانت مش قاعد بقى بتختار مثلا دريس انا عايزة من هنا كذا، لا ده بني آدم، فانت مش هتقدر تلاقي الشخص اللي انت رسمه في خيالك. بس على الاقل هتبتدي تحس انه لا ده ممكن نبقى كويسين مع بعض. يعني وسام مش شبهي خالص، انت قلتي لي توتالي ديفرنت. لا توتالي، ولا حاجه ولا حاجه خالص، مفيش نقطه واحده احنا شبه بعض فيها غير ان احنا طيبين، بس لكن هو في حته وانا في حته تانية خالص. لا انا هرجع له ده، سيبيه انا محوش يعني الادياس الحكايه انه انا ما خدش واحد شبهي.